اهلا وسهلا، شرفتونا دكتور. تسلم. هلا راح اعمل جوله بالمحل بدون موعد. طيب يلا تفضلوا معنا. يلا وهي معنا هي فضل، وهي معنا في الجمال هون، وهي انا هون. يلا يلا هي احنا هون. يلا اهلا وسهلا، تفضل. يلا السلام عليكم. شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه. تسلم، بارك الله فيك. يلا يلا يلا. الجبنه النابلسيه اللي احنا نشتغل فيها هاي جبنه، هاي جبنه نابلسيه بيور نابلسيه، ما فيها لا عكاوي ولا تشيكي ولا بلغاري ولا اي نوع من الجبنه. تفضل. مش بنطلع والله يعني طار. مش بنطلع. تفضل. هاي حلو حلو. هاي غرفة تحلية الجبنة. هون بتم تحلية الجبنة بأحواض الستانلس ستيل. وهاي الجبنة النابلسية اللي احنا بنستعملها. احنا هاي بالدليل القاطع. ما بنستعمل أي نوع من أنواع الجبنة، عكاوي، تشيكي، بلغاري، ممنوع. هذا هون غرفة العجين. تفضل. يلا ها يلا هاي صورنا هاي جبنة. يلا ها هاي الأجبان. تفضل. يلا يلا تعال ها. تفضل. وين طالعين احنا؟ يلا 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 هاي مستودع. هذا الطحين اللي احنا بنستعمله للعجين، هذا طحين ابو ظبي رقم واحد، انظف طحين موجود. رقم واحد. المكسرات فستق الحلبي، الجوز، اللوز، كل هاي. فاحنا يا سيدي العزيز ما نسترخص بالمواد الخام نهائيا، ما في اي استرخاص. ورق الرول. الله يوفقكم ويعطيكم العافيه. يلا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هذه جوله كان عمرك. كان جوله جميله جدا مع معتز العكر. تسلمك الله. فانا نشجعكم لزياره المحل. ايوه بالفعل احسن محل هون في الامارات. هاي غرفه خاصه بالعجين. عجين بصير غرفة منفصلة. هي العجينة. من للنظافة طبعاً. هي غرفة منفصلة خاصة للعجين. تمام. هذا ستانلس ستيل غذائي. إيه. طبعاً. تسلم. هون بتلمع بالبرسية والكامل. أوباما. يبميز. هاي سائل الجل اللي بنستعمله هذا فود سيفتي سانيتايزر. فود سيفتي سانيتايزر يعني اتس نوت سمثينج تشيب، بنستعمله حتى لغسيل الاواني. الحمد لله يلا الله يخليكم ان شاء الله ويفتح لك ويوفقك معتز. طول عمرك الله. نفرح لما نشوف دائما فلسطيني ناجح او نجح لازم ندعمه. صح. واي انتقاد المفروض او يؤخذ نقد بناء. صدر رحب ونقد بناء. يا برحيم. واحنا سعداء جدا بالجوله. ان شاء الله نعمل ايضا دعايه. اهلا وسهلا. وان شاء الله جميع زملائنا عليك نشجعهم لزيارة المحل. من يزور الإمارات فليزور العكر في الشارع. وعشان هيك عشان شجعتك تيجي هون اليوم انت وفضل. صح؟ شايف؟ لازم تشكر بك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. حبيبي فضل. يلا.
واحنا بنفتخر فيكم. يلا بوجودكم احنا بنكره يا يلا الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا. وكلمة أخيرة خاصة وخاصين خمسة يلا أهلا وسهلا كلمة أخيرة وأهلا وسهلا فيكم أي وقت على محلكم الصديق احنا نكبر فيكم. تسلم بارك الله فيك. أهلا وسهلا والله يعطيك العافية جميعا. اعتبرونا زبائنكم دائما.